لتشجع البلد، تشجع لبنان بالزراعة تبع الأشجار. بقى عنا حملة نعملها هلا سنة نزرع مليون شجرة بلبنان، واللي عم نعمله هون على ستاند ناخد كل هول الشتلات عم نبيعهم، نبيعهم أغلى شوي من السوق لأنه كل المصاير عم نطلعها عم تروح سالفة الحديد على زرع الشجر بمناطق عديدة بلبنان. فاللي عم نعمله احنا عم نشجع هالمواطن اللبناني، عم نشجع نحن بمقدوريتنا كمان كيف فينا نرجع نساعد لبنان جاي يخضر، لأنه إذا نرجع نحن 30-40 سنة لورا كانت مساحة الخضار بلبنان بحدود 35%، اليوم بعد تقريبا 30 سنة صار في عنا 11-12% مساحة خضار عم تروح بعد مع الحرائق اللي عم تصير كل سنة عم تدهور خلال الخضار بلبنان. حملتنا إن شاء الله نساعد هالبلد ونساعد إنه بعد أكثر. ناس ما بدهن يعني يا كادويات ما فيهم يبدون يا كل شيء عندهم بزايد بنبيعها وبهالمصاري بنعطي صناديق مواشي بنعطي هالصناديق لصليب الاحمر تبع فرع قطري سنقات وهو بفرقهم على العيال اللي بيعرفهم وعندهم فايل عندهم يعني بحاله صعبه وما عندهم حدا يهتم فيهم.